مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم رح بيكون وير تيست لايماجيك سي سي كريم، بمعنى انه هو بيكون لونه ابيض بس نحن نحطه وبيتحول وبيتاقلم مع لون بشرتنا وبياخذ لون بشرتنا. هيدا هو برودكت في كل العالم تحطه، سو ما معقول تجيبوا يور رونج شيد، هيدا وان شيد بيزبط على كل العالم. وماني عم بختبر ذا اكسبنسيف وان اللي كل العالم بتعرفه، اللي قلت لكم دوب له اكشلي كثير ارخص. واليوم رح نكون عم نختبره ونشوف اب كلوز كيف نحط على وجهي، ورح نكون عم نختبره خلال 12 ساعة كيف بيضاين على الوجه يوزينج ات اب كلوز، وعم فرجيكم اليوم ستيب باي ستيب. بس قبل ما بلش ننتج بقول لكم مرحبا واهلا وسهلا فيكم، انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب الملون، بحب اعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس اوفر، وبجرب فوت لكم شوي الالوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. اما بلش وفرجيكم هيدا سي سي كريم اب كلوز and you'll be amazed. وفرجيكم وير تست لقلو وكتير تفاصيل غير. ما بديكم تستعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، دو جرس هون حتى كن بسبسكرايب تبدا فول الفيديو لنطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. سو انا وقت بدي اعمل وير تست لفاونديشن او نيو بيس بحب ان استعمل معه برودكتس بعرف كيف يشتغلوا، ان كان من سكين كير للفيس برايمر باودرز اند هول القصص. سو اوريدي كسكين كير استعملت ماي اندر اي كريم يلي هو يوجي بستعمله، المرطب تبع الوجه يلي يوجي بستعمله، the SPF that I normally use يلي almost gone and my normal balm. واوريدي حطيت على وجهي هيدا البرايمر من روبيلوز اللي هو السكين بيرفكت برايمر فيشل اللي هو بور فيلينج برايمر. انا عندي اولي تو كومبينيشن سكين، يعني بنص وجهي عندي بورز وبشرتي بتزيد بينما بقيت وجهي نورمال. سو انا مرتبه بقيت وجهي على هيدي الاريا اي ديد ابلاي ذس وان وحطيته مطرح ما عندي بورز، بحب انه كابس تحت يفوتوا على بليون لانه اي لايك نوت having my pores shown. So هيدا البرايمر رح انطر عليه 5 دقائق تحت يثبت and then start applying the new foundation يلي حبي كتير جربوا معكم. So let me talk to you briefly about this Liren Magic Makeup Cream Transforming Foundation يلي هو ACC Cream. حاطين عنا كذا شغلة عنه لهيدا البرودكت، so I'm very هيكي intrigued to try this one. أكيد في إله بديل لإله أغلى، بس I wanted to try this one لأنه هو أوفر بكتير ونفس الكونسبت. so ببلش أبيض and it turn to your skin color. so حتلكون عنه as a face cream هو بيعطيكون hydration للسكن، بيغذي البشرة وبيعطيكون smooth skin which هيدول قصص أنا كتير بحبون. بعدين as a foundation بيعطيكون match للnatural skin color. so does match to your skin color. رح كون عم نجرب اكيد ونشوف هيدا الشيء. وهيدا الحلو بهيدا الفاونديشن انه ما في شيد يطلع غلط عليكم لانه it does adapts to your skin color which I'm excited to try this. Covers يعني بيغطي لحديد العشر ساعات ال imperfections تبعكم، بخلي السكن تون تبعتكم تكون even وبيعطيكم radiance. so هيدول قصص personally I absolutely love about this. haven't tried it yet so we're gonna try it for the first time once this primer will set 5 minutes. Up close and personal حتقدر تشوفوا هيدا CC cream in action بأحسن طريقة ممكنة، وأنا عم صور على الضوء الطبيعي so I haven't tried this one yet. بس حطه okay بيطلع لونه white okay which is very cool صراحة. أنا usually بحب مد الفاونديشن تبعي بـ Juicy Beauty Brush number 2 بس mine is شوي كتير موسخة. We're gonna clean our brushes today so don't judge. رح كون عم بستعمل instead هيدي البرش من روبي روز اللي هي Round Kabuki F82، هيدي كتير بحبها بس هيدي no longer available so that's why ما كتير عم بسكرها. This one you can still find it. so أخدت شوي على إيدي وإذا بحاجة I will add. ورح كون عم بلش already البرايمر اللي هو 5 دقايق صبت so that's nice. بما أنه I think that shade but we're gonna see how it works again. لونه أبيض completely okay تنشوف how it's turning to my skin color. عم طلع على ال viewfinder تبع الكاميرا so excuse me على هذا الشيء بس yes بلش ياخد لون بشرتي okay كcoverage صراحة ما في أنجأ coverage يعني أقل بيبي كريم أنا عندي إياه ككفرج أو شي في كفرج أكتر من هيدا. بس إنه it's a cool concept especially إذا رح يعطيني راديانس على السكن إذا رح بيضاين مثل ما هني قالوا. Today we're doing a wear test at least 10 ساعات 12 ساعة حسب
ديب اني واي لانه ام نوت فيلمينج ذيس ايرلي. يوم من الايام يلي وعيت بكير حتى اقدر اصور هذا الفيديو بكير وخلص كثير امور عندي, وضل يتاجل موضوع يتاجل موضوع يتاجل موضوع لدرجه انه هذا هو الوقت الوحيد يلي فديت والمستح بتصير الساعه صارت الساعه 11 اكشلي, هلا الساعه 11:10. I'm gonna show you my phone clock وكل هول أساس. So هيدي هي البارت يلي حطيت عليها الفونديشن, هيدي البارت يلي بعد ما حطيت عليها الفونديشن. كفرت يمكن على ليفل 10 ويمكن نص مش حتى واحد, مش عم بمزح. كفرت سوبر خفيف, بس اللي أنا شايفته إنه هون في عندي راديانس ومو حد البشر أكتر من هون. That's all I can see. رح أشوف إذا I can build it أكتر حتى يكون أنا بركي شوية coverage أكتر, لأنه أوكي أنا بحب the look of my skin, my skin I'm very happy with my skin, بس إذا بقدر إنه having my skin شوي elevated يعني يصير عنا level of coverage like one or two مش إنه half مثل ما يدعطاني, it will be great. So أنا هوني عندي شوية حبوب ترى عندي هدوب بالوقت الحالي, بس أوكي من بعيد I think you can see the radiance. هوني على صنديحتي أكتر شايفة إنه قديش إنه في coverage, وشفت إنه مو حد للون بشرتي, واللون it is a perfect match إذا بترى مع رأيي. سو أنتم ما نكون قادرين تشوفوا, بس إنه اللون منو أي, بس I was expecting يمكن next صغيرة more coverage from this one. أخ ما بعرف يمكن أنا I'm very ambitious, بس كنت ناطرة شوية more coverage like توقعته okay it's cool إنه لونه أبيض وبيصير adapting to my skin tone, كتير حلو هيدا الشيء, بس أنا كنت متوقع يكون في شوية coverage أكتر and I did apply a good amount. هذا بيجي في بقلبه 30 ml يلي هي 1 ounce. إذا بدي استعمله هالقد this one will not last me anytime صراحة. okay بس خليني كمل بقية وجهي and we'll talk about this one. So خليني أحكيكم على السريع what I think من بعد ما حطيته على كل وجهي. So فيكم تشوفوا إنه الفونديشن براش تبعي صار إلى لون, هفرجيكم إياها completely clean تتعرفوا إنه عن جد في color. حبيت إنه when I did build it طلع لونه أحلى وشكله أحلى. It's a baby, normal baby cream اللوك تبعه هلا like the baby cream that I love. ما عندي مشكلة إنه أنا يبينوا هول الحبوب, I don't mind having my skin shown. So هلا it does look really nice. Radiance تبعه كتير حلو. وقت عملت له building يعني كترت شوية الكمية especially in this area حبيته أكتر. على صنديحتي كتير حلو. أنا عندي dryness هوني between حواجبي بهيد الفترة, ما نبين لي هون أبدا إنه هن dry which is really nice. It does match my neck and everything. Again this is really nice. هلا خلينا نحط الconcealer ثبت تحت عيونه ثبت وجهي so we can have a check-in time. وهذا يكون الريفرنس تبعنا خلال كل نهار on how this foundation أو actually CC cream will work. So خلصت كبيز كونسيلر سبت تحت عيون سبت وجهي. As concealer استعملت هيدا من كاتريس اللي هو True Skin High Coverage Concealer Shade 32 in Neutral Biscuit Sort. مع أنه أنا عم بعمل wear test لـ this base it's gonna be perfect كمان تحت أعمل wear test up close لهيدا الكونسيلر لأنه I need to give you a review about this. سبت تحت عيوني with the one and only اللي هي Juicy Beauty Vanished Mask Matlos Powder عنديها in my project pan and I know how it works. So it's gonna be perfect to test concealer كمان. سبت وجهي بي باودر اي نورمال باودر يلي هي من روبي روز باودر كومباكت شيت بي سي 02 كمان عنديها in my project pan I know how it works. So انا كان بس بديها حتى تثبت لي my foundation in place او CC cream in place. هلا لازم نطلع على الساعة اوكي ما بعرف if you can see it, هي الساعة 11:22 دقيقة بالوقت يلي انا خلصت تثبيت الفاونديشن. هذا هو اللي حيكون check in time تبعنا. So 11:03 هو الوقت يلي انا I did set the space ورح نرجع لهلا. let me finish my makeup وفرجيكم الميك اب من بعيد. so far كل ما عم بيطول هيدا السي كريم على وجهك ما عم بحبه اكثر. so اول initial thought ما كنت كتير محمسه لانه حسيت coverage ماشي when I did build it حبيته. now قبل ما سبته حتى وقتك عم حط الكونسيلر I love it more and more. anyway let me finish my makeup وبخبركم على السريع شو استعملت. so my makeup is done actually
تغير رأيي. أنا loving it more and more لهذا السكرين. بس قبل ما فرجيكم up close لح لكم هلأ درسات الساعة. سو هلأ ساعة 12 ودقيقة. تعرفوا داش بياخد وقت تصوير on IG. وإذا بهمكم تحضروا أكتر tutorials, تعرفوا أكتر عن product, تشوفون in action daily, ما تنسوا تعملوا follow على Instagram. حتلقوا الانستغرام account تبعي بخانة المعلومات تحت. بريفلي أخبركم شو استعملت on the rest of my face, وأكيد حتلقوا products بخانة المعلومات تحت. So don't worry, already خبرتكم شو استعملت concealer, foundation, powder and under eye powder. The bronzer استعملت في جزء formula powder bronzer اللي هو عندي project pan. The blush كمان من project pan اللي هو essence limited edition blush, luminous blush. طلع لي بالadvent calendar تبع essence, تحط لكم اياه بزيت سكرين بخانة المعلومات تحت الadvent calendar unboxing. استعملت لأول مرة هذا الهايلايتر من روبي روز اللي هو baked highlighter number one. I absolutely love it. في شين على pink, انا I don't mind that. على عيوني استعملت الأسنس آي شادو بيز اللي هو عندي بالبروجكت بان, واستعملت جاست وان شيد من هيدي الباليت من روبي روز اللي هي فليم اند ايس. اي ديد جو فور ذس شيد, كتير حلو, كتير كتير حلو. رح بتشوفوا اب كلوز كل الميك اب. از ماي اي لاينر كانت اول مره بستعمل هيدا من ايفن اللي هو اي نيفي اي لاينر, كتير حبيته. عملت فيه اي سمول وينج قلم ريتراكتبل وحطيته بخط الدمع التحتاني والفوقاني عندي. What else? لحواج بستعملت الأناستازيا بيفرلي هيلز ديب براو بوميد. دوبت الليج تبع الباودر ما ثبت الميك اب. يجي أنا بثبت الميك اب تبعي بس ما بدي شيء كان يساعد بالوير تبع هيدا الفاونديشن أكتر. So كرمال هيك كان بدي بس دوب الليج تبع الباودر. so استعملت من ألياك الفيشل ميست, one that I absolutely love. And ماسكارا هي كمان كانت أول مرة بجربها من ايفن, اسمها مارك ماد بيج اند ماجيكال لاشز, وكتير حبيت. حطيت منها just one coat. It was my first time trying it, but anyway, as a lip product, استعملت Shades of You بس تحت ظبط الرسمة تبع شفافي Shade 204. بس what you see the most هو هيدا الشيد من Avon اللي هو a Power Stay 16 Hours Lip Color. Shade تبعه هو in Power on Plum. So هلا رح أعملكم up close حتى تشوفوا how my makeup is wearing. صراحة كتير حبيت once I'm done with the whole makeup. وكل ما عم يضلوا هيدا البيبي كريم على وجهي أكتر, كل ما عم سيسي كريم سوري, كل ما عم يضلوا على وجهي أكتر, كل ما عم كون عم حبه أكتر. Okay, don't look at my brows. I went شوي overboard كتير with my brows وحواليهم جربت ننظفهم. so إذا شفتوا شوية wear off للسيسي كريم هيدا مني أنا مش من البيز. هوني حوالا من خارج جمع شوي which is normal. هيدا عندي أنا dry area, هيدا عندي problem area لثلاث أرباع العالم. أنا عندي smile lines usually من بعد تقريبا 40 دقيقة حيالا base can بيكون set already in my smile lines. It wasn't set. ما حبيت حط نص وجهي with primer, نص وجهي without primer, لأنه let's be real, أنا personally I will always use a primer. Let me know إذا أنتوا بتفضلوا النص primer النص بلا primer بيخان تطاليقات تحت. بس I'm really loving the base, كتير حبيت. And the more I wear it, the more I like it. So far إلو 40 دقيقة بس على وجهي. بس check-in time مثل ما قلت لكم هو الساعة 11 وتلت. هو الوقت اللي حكون الreference طبعا حتى نشوف how this CC cream will wear. بس so far initial thought كنت I didn't like it at all. Now I'm really loving it. It's my kind of base actually. حبيت فرجيكم على الكاميرا تبع انستغرام how my base is looking. so اللي بيحضرني على انستغرام, this is how I normally shoot everything على انستغرام. حملكم شوية up close so you can see the base is really nice and very glowy. so هلا الساعة صارت almost 2:30. I should be leaving now. بس على السريع بدي فرجيكم how did this makeup wear خلال 3 ساعات. how did this CC cream wear خلال 3 ساعات. عم يروح صوتي هيدا لانه تلفاني رايحة لعند بيت اهلي سكر مالك. غيرت التيابة بس شي كتير مريح, يمكن اظهر انا ماما نروح مشوار يمكن لا, بس حبيت انه يكون very comfortable. anyway كل اللي عملته انا كتاتشب هو انه بس شلت عن شفافي الليكويد ليبستيك اللي كنت حطته لانه اكلت وشربت سو خف شوي, ما كان بدي ضلني احط منه كل النهار. so قلت لحالي let me remove it. it was impossible to remove so I was scrubbing it out of my lips. تركت لي تنت كتير حلو, so حطيت just lip balm. اذا شايفين حوالي تمي او رح بتشوف حوالي تمي انه عمل شوي wear off, هذا لانه انا شلتهم مش لانه السيسي كريم في مشكلة أو شيء. ما عملت any kind of touch up على الميك اب كله تبعي, بعده هو ذاته. وما كنت قاعدة عم برتاح, كنت قاعدة عم ضبط البيت وعم نظف. and especially I was cleaning my makeup brushes. ما بيعرف أنا عندي like 100 makeup brushes. it was urgent أنا نظفهم اليوم, صنظفتهم أخذوا معي تقريبا شي ساعة وكنت كل الوقت عم حفه.
anyway بمي سخنة يعني بمي فترة يعني سو كان في هبة عم يطلع على وجهي. بس let me show you up close كيف هيدا الفاونديشن بتدور بثلاث ساعات أو سي سي كريم بتدور بثلاث ساعات. أوكي فيكم تشوفوا عندي شوية ورف حوالي منخاري هيدي again problem area مش بس عندي عند الكل. وفي عندي شوية توني كريسينج بي السمايل لاينز أنا ما طبطبتهم حتى اليوم. So I did leave it exactly مثل ما انه usually انا اطيكون عندي مناسبة بثبت شوي بهيدا الاريا وبضلني طبطبة around the clock. اليوم ما عملت هيدا الشيء لانه كنت حب اشوف هيدا الفاونديشن how it wears. هلا next update طبطبة هيك بترجع بيطلع اللوك تبعه احلى. بس around my forehead كتير حبته around مطرح ما انا عندي dryness منه مزعجني على كل وجه it does really look nice. So هيدا كان اول update خلال 3 ساعات. I will update you تاني مرة like 3 or 4 hours. So هلا إذا تطلعوا الساعة هي hopefully الكاميرا تعمل focus 7:00 دقيقة. مصوركم آخر شيء على الضوء الطبيعي قبل ما يروح الضوء الطبيعي تشوفوا how my base is wearing. صراحة من بعد ما رجعت عند الماما هلا كانت عم تغطى عيني. So إذا حسين إنه شيء did wear off هيدا الميلي هيك أنا كنت نايمة هيك. أوكي بس عم يكون up close حتى تشوفوا خف شوي around my smile lines منو عاطل. اوكي في شوية تزييت بس it's not looking bad again almost a lot 8 ساعات الا شوي الا تلت and so far I like the look of it. وعطتني ماما compliment how my skin is looking اطلع I'm testing a BB cream بس I love it so far. وكيب ان مان وقت يكون شي سي كريم او بيبي كريم بيكون الوير تبعه اخف بكتير من الفاونديشن. So that's the 8 hours check-in. بعد حتيكون check-in اليوم مرة واحدة around وقت يكسير إلي 12 ساعة حتوطع على وشي. So last check-in هلا الساعة صارت 11:03. So البيز إلو أو سي سي كريم إلو على وجهي 12 ساعة. I'm exhausted. I cannot wait to take my makeup off and take a hiki hot shower and go to sleep. بس بدي افرجيكم على السريع how this CC cream did wear خلال 12 ساعة. Normally انا I will put it for 8-10 hours. هذا هو معدل انا قديش بحط البيز على وجهي او الميك اب على وجهي. I didn't do any kind of touch ups حتى حوالي تمي ما طبطبته ابدا. It's looking really 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 nice. بالنسبة لشي CC cream a very light coverage بيعطيكم radiance. You can still see that my skin have like hiki natural glow which I love. ما غطرت ما شفته لأنه هون هيدي الأريا مغطي ليها. بس هيدا من النوع اللي كل ما كان عم بيبينوا الزيوت الطبيعية اللي بوجهي peeking through كل ما كنت عم حسه عم بيبين أحلى. It wears beautifully حتى هون بالدراي أريا اللي أنا عنديها it was really nice. على صندوق كتير حبيته هون على وجهي. I was eating كان كتير خلال النهار so that's why في شوية wear off. بس everything else I'm really impressed بأول مرة استعملته لهيدا السي كريم. next time بدي استعمله أكيد بطبه خلال النهار حوالي منخاري. أنا will set it بهيدا الأريا يلي عنديها problem area حوالي منخاري شوي أكتر تاي سبوت. بس غير عن هيك it's really nice. وهلا regarding الكاتريس بما أنه عم نسأل عنه الكاترو سكين high coverage concealer أنا عمري 33 حتصير 34 very soon. So I have dry under eyes and fine lines. It's looking really nice. So back to this cream as first time trying it. I'm really impressed and I cannot wait to try it. أكيد I'm gonna be trying it أكتر وأكتر بالمستقبل تعطيكم عنه review very very soon. بتمنى يكون عجبكم هيدا الوير تيست. إذا بتحبوا هيك أنواع فيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. كل ما بتعملوا لايك أكتر كل ما بتكونوا عم تخبرون إنه هيدا ستايل أوف فيديوز نحنا كتير منحبه وأكيد بصير أعملكم ياهم أكتر. خلينا نعرف شو كان رأيكم بهيدا البرودكت بخانة التعليقات تحت. وإذا بهمكم أعملكم وير تيست لحيالا برودكت اتركوا لي بخانة التعليقات تحت. وإذا بتعرفوا something that's magic مثل هيدا كمان اتركوا لي بخانة التعليقات تحت بركي انا بجربه. واكيد ما تنسوا تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم تبعتوا اللينك. اليوم كانت اول مره بجربه لهيدا السي سي كريم بس اوف كاميرا انا اكيد رح كون عم بختبره اكثر مرات تقدر اعطيكم عنه فول اون ريفيو. سو اذا بدكم تعرفوا رايي فيه بالمستقبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي دو جرس هون حتى تكونوا سبسكرايب واول ما يطلع ريفيو I will let you know شو كان رأيي الكامل فيه من بعد ما اختبره كذا مرة with tons of primers, setting sprays, setting powders وكل هول التفاصيل. رح بتلاقوا بخانة المعلومات تحت كل شي حطه على وجه discount codes وين بتلاقوا كتير تفاصيل غير including this product وين بتلاقوا لأنه كتير أرخص من the famous one يلي هلأ كل العالم بتحبه وعم تحكي عنه. So
رح بتلاقون بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لكتير فيديوز أنا عملتهم بعلمكم تصيروا أحسن بالميك اب تبعكم أو regarding your makeup collection على الارف playlist and all of my social media platforms including Instagram اللي بتكونوا part of my daily life. so روحوا ملي follow special على Instagram، أنا كتير أكتف هونيك، واللي بيحضر my stories في مفاجأة بتصير عندي على الستوريز. بدي أشكركم على وقتكم الثمينية اللي قضيتوا تحضر هيدا الفيديو. بهيدا الوقت كان فيكم تعملوا كتير قصص غير، بس أنتوا بتعقدوا وقررتوا تقضوا هذا الوقت معي and I love you a lot for that. واللي عم يحضر الفيديو للآخر اكتبوا لي كلمة magic بخانة التعليقات تحت. أشكركم من قلبي إنكم ما عم تقفوا ولا سين من الفيديو. I love you all وإن على رات أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.